نختتم النشرة بقراءة هذين المرسومين، المرسوم رقم 1390 ندبة لأهمية العمل يرسم بما يلي: الشخصيات التي أسماهم معين مفتشين بمفتشي العامة للدولة، عمر عبد الرحمن حسن كدياني جوزال توماس دوكايلو مورينغا أحمد سونغي أحمد سعيد محمد سعيد أبازين علي أمبودو بومي بكر الحاج عثمان محمد عبد الرحمن أمين محمد نافع جيكي بليمي نديمباي ناديم مونغار محمد أبكر إسماعيل يعقوب صالح أرادة هليكي شوا محمد إيبا أبراهام داود مصطفى جدي محمد سوغويا ديرموندرا جاكوب مدني هو محمود اندومباي انجيرا. المادة الثانية: إن هذا المرسوم يلغي كافة المراسيم السابقة والمخالفة له. حرر في جمينا في 23 أغسطس 2017، التوقيع إدريس ديبي إيتنو. مرسوم رقم 1391 باقتراح من الوزير المنتدب لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالدفاع الوطني والمحاربين القدامى وضحايا الحرب يرسم بما يلي: المادة الأولى: تم تعيين الضباط بالقوات المسلحة والأمن أسماؤهم في المناصب التالية: الإدارة العامة للدرك الوطني، إدارة العمل، المدير النائب، المقدم إبراهيم آدم شرف خلفا للمقدم أبكر أبا محمد الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى. فوج رقم 3: إندي غرب فدا قائد الفوج النائب العقيد موسى شريف خلفا للمقدم موسى أسو فندل الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى. فوج رقم 4: ودي أبشة قائد الفوج النائب العقيد حسن محمد القسير خلفا للمقدم كلي عثمان بيد الله الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى. قائد هيئة أركان الفوج قائد هيئة الأركان القائد أبكر سليمان محمد خلفا للعقيد إسحاق آدم إدريس الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى. فوج رقم 5: جيرا مونغو قائد الفوج النائب القائد طاهر النور إسماعيل خلفا للمقدم نجيم إزيكيل دوا الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى. فوج رقم 7: مايوكي بالشرق بونغور قائد الفوج العقيد فوداز خميس راجي خلفا للعقيد عبد محمد دي الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى. قائد الفوج النائب المقدم نجيم إزيكيل دوا خلفا للقائد طاهر النور إسماعيل الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى. فوج رقم 8: شاري الأوسط سار قائد الفوج العقيد عبد محمد لي خلفا للعقيد محمد حمدان صياصل الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى. قائد الفوج النائب المقدم إدريس عيسى غناي خلفا للمقدم أحمد إسحاق لي الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى. فوج رقم 9: لوغون الغربي منذ قائد الفوج العقيد محمد حمدان صياصل خلفا للعقيد فوداس خميس راجي الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى. قائد الفوج النائب المقدم محمد إسحاق لي خلفا للقائد تونا نيستور تالوتوم الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى. فوج رقم 11: إيندي شرق أم جرس قائد الفوج العقيد حامد وردوغو جري خلفا للعقيد هارون صابر عبد الله الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى. قائد الفوج النائب المقدم كلي عثمان بيد الله خلفا للقائد صابر حسن ديكو الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى. فوج رقم 12: البطحة آتية قائد الفوج النائب المقدم محمد طاهر حماد خلفا للعقيد حسن محمد القصير الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى. فوج رقم 13: شاريبا قرمي مسانية قائد الفوج العقيد عرادة يوسف عمر خلفا للعقيد نصر علي تريغو الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى. قائد الفوج النائب القائد تولنا نستور نتالوم خلفا للمقدم محمد طاهر حسن الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى. قائد هيئة أركان الفوج قائد هيئة الأركان العقيد إسماعيل آدم إدريس خلفا للقائد أبكر سليمان محمد الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى. فوج رقم 19: بحر الغزال مصر قائد الفوج
النائب القائد عبد الحميد هارون عبد الله خلف للعقيد آدم علي يوسف الذي تدعي لشغل وظيفة أخرى. فوج رقم 21 سلامات أمة تيمان قائد الفوج العقيد نصر علي تيرغو خلف للعقيد عرادة يوسف عمر الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى. قائد الفوج النائب العقيد آدم علي يوسف خلفا للعقيد إدريس عيسى قناي الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى. فوج رقم 23 وادي فرة بلتين قائد الفوج العقيد هارون صابر عبد الله خلف للعقيد حامد وردوغو جري الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى. قائد الفوج النائب المقدم موسى أسو صندل خلفا للقائد عبد الحميد هارون عبد الله الذي تدعي لشغل وظيفة أخرى. المادة الثانية على كل من الوزير المنتدب لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالدفاع الوطني والمحاربين القدامى وضحايا الحرب ووزير المالية والميدانية كل مكلف حسب اختصاصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسري مفعوله ابتداء من تاريخ التوقيع عليه كما ينشر ويسجل في الجريدة الرسمية للجمهورية. حرر في جميعنا في 23 أغسطس 2017 التوقيع إدريس ديبي إتنو. بقراءة هذين المرسومين ننهي معكم هذه النشرة. دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله.